هي قضية الدعاء وقضية البكاء وقضية المواساة، محاور كثيرة حقيقة في حياة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. مثلا مع الفقراء، لاحظوا أعزائي في قضية العطاء، أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عطاؤهم كان مميزا. أولا كانوا يعطون من حر مالهم وليس من بيت المال، تلاحظ هذا واحد. ثانيا كانوا يعطون إلى المعوزين، إلى المحتاجين، إلى الفقراء، وليس إلى المغنين والشعراء والمتزلفين والراقصات وإلى آخره كما هو وارد في حياة الحكام. النقطة الأخرى أنهم حينما كانوا يعطون كانوا يخرجون الفقير من فقره، وليس فقط عطاء قليلا، لا. من هنا نجد هذه الصورة تتكرر عند كل إمام من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. واحدة من هذه الصور أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره. الحمل يخليه الجراب، يعني مثل الكيس اللي يخليه على ظهره بأشياء حتى يوزعها إلى الفقراء والمحتاجين، وفيه الصرر، يعني هذا الجراب اللي حاطه على ظهره فيه صرر، أكياس من المال، فيه الصرر من الدنانير والدراهم، وربما حمل على ظهره الطعام أو الحطب حتى يأتي بابا بابا فيقرعه ثم يناول من يخرج إليه، وكان يغطي وجهه حتى لا يعرفوه. هذه هي صدقة السر، كما ورد بأن صدقة السر تطفئ غضب الرب. يا سبحان الله،